السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا المخمر او اللابوشيار، كل واحد كيفاش كيقول ليه. لهاد الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجو عندي هنا البنات الفورس، رطب بطبيعه الحال يكون شي نوعيه ممتازه، وعندي هنايا الفينو، عندي واحد شاسي ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي هنايا واحد شويه ديال الملحه، ندير رشيشه ديال الملحه، وهنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه او الخميره اللي كنعجن بها، وعندي هنايا معلقه ديال العسل. البنات ما كانش متوفر عندكم العسل، يمكن لكم ديروا معلقه ديال سنيده. البنات هاد البشير او هاد المخمر شي حاجه قديمه، زعما هاد الوصفه قديمه ولكن ناجحه 100% ان شاء الله. انا متاكد الا جربتوها غادي تعجب بزاف. غنبداو على بركه الله. بطبيعه الحال نسينا، نسيت ما قلتلكمش الماء، الماء غيكون دافي بطبيعه الحال. المهم غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غندير هنا العسل البنات، كيف كتلاحظوا معايا ندير هاد المعلقه ديال العسل كامله، وغادي ندير هاد الخماره ديال الحلوه وحده كامله. غندير شويه ديال الملحه، صافي. هاد المعلقه ديال العسل ما بغاش تذوب ليا الهيها، غنحاول اني نذوبها هنا في الكاس مع هاد الخميره. نضيفو مع البنات هاد، نضيفو البنات هاد الخميره اللي درنا في الكاس. بقى عندي شويه هنايا، غنحاول ندير فيها شويه ديال الماء. دابا البنات ضفت داك الكاس. المهم درت الماء على حسب الطحين اللي عندي، ما عرفتش. المهم عينكم ميزان الماء بشويه بشويه على حسب الخليط او على حسب الدقيق. انا خدمت هاد الباطور باش نعجن به. شكله ما كان شكل بحال هكا، كان على الشكل. تماما كي كنديروا للملاوي. صافي درتهم، خليتهم يرتاحوا شي شويه، نخليهم دابا يرتاحوا واحد شويه باش من بعد نشكلوهم ان شاء الله. نحاول نغطيهم بشي بلاستيكه ونخليهم يرتاحوا واحد شويه ومن بعد نطلقها. درت من بعد ما ارتاحوا شي شويه، نحاول دابا نشكلوهم، ونحاول ناخذ شويه نغطيهم من هذا، نحطهم لهاد الطبسيل، نخلي غير شي جوج ولا ثلاثه وغادي نغطي هادو. هما البنات غنحاول نغطيهم حتى هما باش ما يخسروا لياش، باش ما يتشكلش ديك الطبقه كتشكل هنايا من الفوق. ناخذ الزيت البنات بعد ما كنسرحوهم شي شويه بعد ما كيرتاحوا، كما كنديروا الملاوي. ماشي بزاف، منسرحوش بزاف، غير شي شويه. ندير الزيت ونفس الطريقه شويه ديال الزبده، شويه ديال الفينو، ندير ليه بحال هكا. الزيت والفينو كنحاول اني ديرها كما كنديرو الملاوي بحال هكا. صافي كل شويه صافي، وكنخليهم يرتاحو. بغيت كنساليوهم حيت شي بحال الملاوين ومكنديفوهمش ولا كنورقوهمش بزاف، حلوين حلوين غير شي شويه.
الا خلانا مرتاح واحد شويه كي كتلاحظوا معايا هما مرتاحوا يعني يمكن لينا نشكلهم ماشي بحال قبيله. صافي غادي نبقى ناخذ بوحده بالوحده بقى شكلها وغادي نطيبوها. خليكم معايا بنات كنحاول اني نضغط عليها هكا بشويه ماشي بزاف ما تجيناش دقيقه بزاف. ندير شي شويه زيت المقله ديالي كتسخن. المقله العاديه داك اللي كندير فيها الحرشه يمكن لكم طيبو حتى في المقله ديال الطيفال ما كاينش مشكل. البنات هذا هو الشكل ديال المخمل ديالنا من بعد ما كيوجد. ما نقولكمش البنات كيجي رائع وخفيف بزاف كي كتلاحظوا معايا. كنتمنى يكون باين لكم كيجي خفيف وكنرفقوه بعد بالعسل ولا بزيت الزيتون. طبيعه الحال انا راني دهنته شويه غنحاول اني نقسم لكم هذه باش تشوفوها فقط من الداخل كيفاش دايره. البنات كيجي مقطن عفوا البنات كيجي مقطن كيجي رائع. كنتمنى انه يكون باين لكم فريمون كيجي رطب وزوين وخفيف صراحه بزاف. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها. ونتلاقاو في الوصفه اخرى او في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.